السلام عليكم. اليوم نتعرف على فندق جديد تم إنشاؤه بالمدينة الجديدة تاع سيدي عبد الله، ويعتبر هذا الفندق هو أول فندق يتم افتتاحه بالمدينة، إذن مدينة جديدة في سيدي عبد الله. وهذا الفندق يحتوي على عدة مرافق، منها قاعة للصلاة وأن سبا فيها حمامات، وكذلك فيه ملعب لكرة القدم وعدة قاعات رياضية، حيث أنه يعتبر فندق من نوع فنادق الرياضية لليق للتجمعات الفرق الرياضية وللرياضات الفردية، وكذلك فيه مسبح، ويعتبر إضافة إلى مدينة الجديدة تاع سيدي عبد الله اللي بدأت تعرف بناء وإنشاء وافتتاح مرافق جديدة كالمنتزه ألعاب المائية، وسوف يفتتح عن قريب مركز تجاري كبير من نوع بارك مول. وهذه كلها إن شاء الله تعطي للمدينة هذه الاستقلالية. اكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.